محمد، هم يمارسون دعاية ضدكم، يقولون أنه الآن حركة طالبان تغيرت، أصبحت لها علاقات مع أعداء الأمة، مع روسيا، مع الصين، حتى مع أمريكا تجري محادثات. إذن طالبان تغيرت، بل يقولون ارتدت. نحن إذا افترضنا بأن هناك من يقول هذا الكلام، فماذا رأيهم في الدول الأخرى؟ هل هناك في ليس ما تفضلت به، ليس هذه الثرائا موجودة في الدول الأخرى؟ طيب دكتور محمد، أنتم بالنسبة لعلاقاتكم الدولية اليوم، وشاركتم في اجتماع في موسكو مؤخرا، ما هو الميزان هو لعلاقاتكم الدولية مع دول اليوم ربما تجمعكم مصالح معها؟ نحن علمنا سياستنا منذ البداية بأن علاقاتنا مع دول الجوار ودول المنطقة ومع المجتمع الدولي هذه في ضوء الشريعة الإسلامية. نحن لا نقيم أي علاقة تخالف أصول الدين الإسلامي، هذه نقطة. ونقطة ثانية التي نحن نبني عليها علاقاتنا هي مصالح بلدنا وشعبنا العليا. ففي ضوء هذين الأصلين نحن نبني علاقاتنا مع أي دولة أو مع أي جهة. إذا كان هناك أي مخالفة للشريعة الإسلامية فنحن لن نقوم بها. لذلك نحن قاتلنا منذ 20 سنة وقدمنا تضحيات بعشرات العلاق بل بمئات العلاق، وهناك تحملنا مشاكل وعانينا كثيرا من المشاكل من السجون وغيرها من القتل والطرد والتشريد. هذه الأمور لماذا؟ هل هذا كان لأننا نخالف الإسلام؟ والعياذ بالله، أبدا. نحن لا نبني أي علاقة مع أي جهة أو مع أي دولة تخالف الدين الإسلامي أو تخالف مصالح وطننا وبلدنا.